قسم الموارد البشرية يلي صار اليوم هو ركيزة بأي شركة وبأي عمل ناجح، ضروري جدا وجوده لأداء الموظفين ينسج بشكل صحيح مع الإدارة لنوصل يمكن للنتائج الأفضل. أكيد ما من الممكن استغناء عن هذا القسم لأنه له دور كتير كبير بتلبية الاحتياجات الأساسية للموظفين والإدارة. رح نتعرف أكثر على مهام ودور هذا القسم برفع سوية العمل وزيادة مردود الموظفين بالعمل مع الأستاذة نور الحموي الاختصاصية بالموارد البشرية. أهلا وسهلا فيكي نورتينا. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي نور. حنحكي كتير أو بالأحرى بالحلقات السابقة حكينا كتير عن دور الموارد البشرية بكتير من جوانب العمل، اليوم نحكي عنكم عن العاملين بهذا المجال، فخلينا نسأل كيف بيكون لهالقسم دور إيجابي وأثر إيجابي بالعمل؟ لا شك أنه اليوم وجود قسم للموارد البشرية هو صار شيء أساسي بالشركة أو المؤسسة بغض النظر قديك عن حجمها. اليوم تأثير الإيجابي لمهمة الموارد البشرية بينعكس من طريقة رؤية الإدارة العليا للمورد البشري إذا هو مهم موجود بالنسبة لها، فإذا كانت بتشوفه بطريقة كلاسيكية أو بطريقة بعين محددة فبتكون مهام الموارد البشرية هي مهام روتينية daily works مثل حساب الدوام والإجازات وحساب الرواتب بآخر الشهر والتقييمات الدورية. أما إذا كانت بتشوفها بطريقة معاصرة بطريقة فعالة أخذ بعين الاعتبار حجم المنافسة بسوق العمل، فهون بيكون في فرصة لإدارة الموارد البشرية أنه هي تكون دور استراتيجي. بتطلع إدارة الموارد البشرية من الإدارة التنفيذية لإدارة العليا لحتى هي تقوم بمهامها بطريقة استراتيجية ويكون تأثيرها فعلا بشكل إيجابي أكثر ببيئة العمل. تمام. بعيدا عن الدور الروتيني اللي تحدثتي عنه حضرتك، في دور مهم للموارد البشرية بيكون مغيب بكثير من الأحيان، تنظيم العلاقة بين الموظفين، امتصاص الصدمات، جعل العلاقة سلسة وبذرة للتعاون. هل هذا الدور موجود اليوم بالشركات بسوريا وشو أهميته بشكل عام؟ تمام. هو صراحة دور أو واحدة من المهام الغير مباشرة لإدارة الموارد البشرية هي تنظيم العلاقات تحت مظلة الشركة أو المؤسسة. هلأ نحن فينا نقسمها ثلاث أقسام: علاقة الإدارة العليا بالإدارة التنفيذية والموظفين على الأرض، علاقة الموظف مع مرؤوسه أو مديره، وعلاقة الموظفين بين بعض بشكل أفقي. كيف تتنظم؟ هي أكيد نحن ما بنكون بشكل مباشر بهي التفاصيل، ولكن هي بتنظم بشغلات ثابتة. لنفترض أنه علاقة الإدارة العليا مع الإدارة التنفيذية هي بتتنظم بطريقة خلينا نقول العقد أو اتفاقية العمل بين الطرفين، بحيث أنه كل شخص أو كل طرف فيهم يعرف مهامه وواجباته تجاه الطرف الثاني. علاقة الموظف بمرؤوسه أو بمديره هذا بيتنظم بالهيكلية التنظيمية للشركة، بأنه كل شخص يعرف ترتيبه الوظيفي، مهامه، صلاحياته، مسؤولياته. علاقات الموظفين بين بعض بتتنظم بالتوصيف الوظيفي، أنا بعرف من توصيف الوظيفي شو المهام اللي عندي، شو صلاحياتي، شو الشيء اللي ما فيني بتجاوزه، وشو الشيء اللي مسؤولة أنا عنه وغيري مسؤولة عنه، لتحاول بقدر الإمكان أنه تخفف من احتمال عملية وجود اختلافات أو خلافات بين الموظفين. هلأ بهي المواقف إدارة الموارد البشرية بتاخد دور استشاري، يعني أنا اليوم لازم يكون صلة وصل كموظف موارد بشرية بين الإدارة العليا ورؤيتها وبين الإدارة التنفيذية على الأرض. لنعطي مثال على القصة، أنه أنا اليوم كنت شركة عندي أفرع وقررنا نسكر واحدة من هاي الأفرع لسبب ما، ممكن يكون عندي صيانة، ممكن يكون عندي مثلا موسم صيف شتاء، فرؤية الإدارة أنه هذا الفرع لازم يتسكر، لازم نحن كموارد بشرية ننقل هاي الطريقة هاي المعلومة للإدارة التنفيذية للموظفين على الأرض، نشرح لهم هذا الشيء ونفسر له. بالمقابل بدي يكون بدي أنقل كمان مشاكل الموظفين للإدارة العليا بطريقة إدارية ومع اقتراح حلول أحيانا. مثلا أنا سكرت فرع فهدول الموظفين بدي أنقلهم لفرع تاني، فصار عندي مشكلة مواصلات لنفترض، فبدي أنقل هيدي المشكلة للموظفين للإدارة وممكن اقترح لهم حل، يعني ممكن أقول لهم مثلا نحن نعطي بدل مواصلات نأمن لهم مثلا مواصلاتهم أو شيء. فهون بيكون في دور استشاري لإدارة الموارد البشرية لحتى هي تكون صلة وصل إيجابية بين الطرفين. الحالة الأصعب لما أنه يتم الاستغناء عنهم، مثلا تيم من الموظفين أو موظفين معينين لسبب ما بالشركة تم الاستغناء عنهم، وين دور الموارد البشرية بهاي الحالة؟ تمام. هلأ نحن نفس القصة، نحن بدنا نكون اللينك بين الطرفين، بدنا نعرف شو سبب هذا الشيء اللي صار. يعني اليوم
في عدة أسباب لحتى الشخص يكون معنه مستقر وظيفيا أو معنه حاسس بالرضا الوظيفي اللي نحن بنقول له. في له عدة أسباب، واحدة منها عنده مشكلة تواصل بالبيئة المحيطة فيه، ممكن هو يكون مانه حاسس بأنه هو عم يتطور بهذا المكان، إن كان بالترقية، إن كان بموضوع التقدير المادي والمعنوي بشغله، ممكن يكون حتى هو موضوع مادي يعني. مع أنه يعني آخر الدراسات هي بتقول أنه 88% من سبب الاستقالات أو ترك العمل هي عم تكون بسبب أنه الشخص ما أنه مرتاح بشغله وليست لسبب مادي. فأنا بدي أشوف المشكلة، إذا كانت هي قابلة للعلاج فمنحاول نحلها، أما إذا كانت هي غير قابلة للعلاج وغير قابلة للتفاوض فخلص يعني هو بالنهاية أخذ قراره. تمام. خلينا نحكي عن موضوع التوظيف قليلا. قسم الموارد البشرية هو أحد الأقسام المهمة اللي يعول عليها بهي الخطوة، شو الخطوات التي يقوم فيها مسؤول أو مدير قسم الموارد البشرية بعملية التوظيف وانترفيو العمل وكل تفاصيل هذا الموضوع؟ تمام. نحن لحتى يكون في عندي شاغر أنا بدي أعبيه أو أملأه بالموظف المناسب، لحبلش من التوصيف الوظيفي تبعه لحتى أعرف تماماً شو الشخص أو الصفات الشخص اللي أنا بدي أدور عليه. ممكن أضيف عليها شيء إضافي من عندي، مثل مثلاً أنه أنا بدي موظف مبيعات بمحافظة معينة أو مدينة معينة، فأضيف عليها موضوع السكن أو مكان الإقامة. بلش بقى أنا أخذ أو استقطب سيفيات المشابهة أو اللي بتتقاطع مع التوصيف اللي صار بين إيدي بعد التعديلات اللي أنا عدلتها، وشوف قديش ممكن يكون في عندي احتمالات أو خيارات. ننتقل بقى حسب هو شو الشاغر، احيانا هي بتكون كافيه انه نحن نعمل مقابله وحده، احيانا بيكون بيحتاج تكنيكال انترفيو او مقابله مع الاداره المعنيه، احيانا بيطلب تيستات او اختبارات. فبعد ما اجتاز هاي المراحل بتتغربل خياراتي اكثر، بتقل وبيصير فيني اختار شخص يعني انسب بين خيارات اقل، او ممكن يضل شخص واحد اصلا يتجاوزهم هدول المراحل كلهم. تمام. قوانين العمل قد ايه هي اساسيه بعمل الاتش ار وبتعامله مع الموظفين والاداره؟ كثير مهمة قوانين العمل، ولازم كل حدا موظف أو فايت لمجال إدارة الموارد البشرية يكون على اطلاع بقانون العمل. حتى صراحة مو بس موظف موارد البشرية، أي حدا هو فايت على سوق العمل لازم يطلع عليه، يعني هو لازم يعرف التفاصيل الأساسية، يعرف شو الشيء، كيف بيحمي حاله، كيف هو، شو الشغلات المطلوبة منه، كل التفاصيل لحتى هو يكون قدران يعرف قيم الأمور صح. هلأ بينضاف عليها موظف الموارد البشرية لازم كمان يكون على اطلاع بالنظام الداخلي للعمل، لأنه كمان هو بيكون مفصل بمواقف كثيرة بتساعده ليحل أمور أو مواقف بتواجهه مع موظفين بقلب شركته. تمام. هون بدي أحكي عن جزئية بهذا السياق، هي أحد أوجه المعاناة لموظفي الموارد البشرية وأيضا أحد المهارات الواجب أنه يلتزم. لما بنقول توجهات الإدارة فيؤخذ عليه من قبل الموظفين أنه هو الناطق الرسمي باسم الإدارة وهو بوش المدفع مثل ما بنقول بالعامية، بالمقابل لما بنقول متطلبات الموظفين للإدارة فكمان ببين أنه منحاز بشكل أو بآخر للموظفين على حساب النظام الداخلي للشركة. كيف بيخلق هذا التوازن موظف الموارد البشرية الناجح؟ هلأ أنا ذكرت بالبداية أنا لما بدي أقول مشكلة الموظف عندي فبدي أقولها بطريقة إدارية، يعني اليوم أنا إذا أجاني موظف واحد عنده مشكلة فهي مشكلة واحدة من عدة مشاكل، أما لما تجيني نفس المشكلة من عدة أشخاص فهو هون معناتها فعلا أنا يعني لازم أعمل هايلايت عليها أنه في مشكلة يعني لازم تتعالج. نفس الحديث بالنسبة للإدارة، مو بالضرورة أبداً موظف الموارد البشرية يكون مآمن بالفكرة يلي إدارته عم تطلبها، ولكن هو ما لازم يظهر هذا الشيء. يعني أنا اليوم لما يكون في توجه من الإدارة لشيء معين أنا بدي أحكي عنه لموظفيني ودافع عنه، ما لازم فرجين أنه أنا بشكل ماني مع أو مع هذا الشيء بضعف لي مكانتي كإدارة موارد بشرية للطرفين. فأنا لما بدي دافع عن موظفيني بدي يكون عم أخذ الفكرة بطريقة صحيحة، طريقة إدارية كاملة، وبنفس الطريقة بالجهة المعاكسة أنه أنا لما يكون في عندي توجه أو رؤية من الإدارة العليا كمان لازم أنقلها بطريقة صحيحة. موظف الموارد البشرية مرتبط بالتقييم الشهري أو الربعي أو السنوي للموظفين، لكن نتيجة هالتقييم كيف بيتعامل مع قسم الموارد البشرية؟ سواء الموظف كان جيد بتقييمه أو حتى كان تقييمه أقل من المرغوب فيه خلينا نقول من الإدارة. التقييم هو عملية مقارنة لأداء الموظف ودراسة أداء الموظف في معايير ثابتة.
هي بتنقسم قسمين، كفاءاتي والأهداف المطلوبة مني. هلا أنا بعد ما درست أداء الموظف خلال فترة معينة بغض النظر قد هي كانت، فأنا بدي أشتغل على أني أسكر هذا الفرق بين المعايير اللي عندي وبين أدائه. كيف بسكرها؟ بمرحلتين أو بجزئين، يلي هي تنمية مهاراته الشخصية وتدريبه على لحتى هو يسكر أهدافه. يعني أنا اليوم فيني نمي مهاراته فيما يتعلق بموضوع الكوميونيكيشن أو التواصل بالبيئة المحيطة فيه، بالتايم مانجمنت وإضاعة الوقت مثلا، وبنفس الوقت فيني دربه على شيء لحتى يساعده لحتى يسكر أهدافه، مثل أنه مثلا عندي أنا موظف جرافيك ديزاين مصمم وفي برنامج تصميم جديد نزل، فأنا بعمل له دورة لحتى هو يتعلم هذه المهارة الجديدة لتساعده بأنه هو يسكر معه. هلا موضوع التقييم فيه إيجابيات كثيرة، مو بس هي تحتصر بأنه الموظف يتقيم أو يندرس أدائه، هي حتى بتحمل الموظف مسؤولية أنه أنت معنك بس عم تجي تعمل ديلي وورك، لا أنت بعد فترة حيندرس أدائك، حشوف شو عملت شو أنجزت، والمقابل هو بياخد فيدباك عن أدائه. يعني أنا كتير بيجيني مثلا موظفين بيقولوا لي أنه أنا ما عم بعرف حالي إذا أنا عم اشتغل منيح ولا لا، فهو التقييم بيسكر له هذا الجواب او بيروي له تساؤله عن هذا الموضوع. هو مخيف كثير، يعني هو يمكن صار بيصير هاجس عند الموظفين صحيح. وقت التقييم وموظف الاتش ار بيساعد التقييم صح. هلا هي بيروح حدتها لما بيكون دوري، يعني لما بيكون كل 3 شهور فهو اصلا ما عاد مخيف وصار تمام. معروف انه هو مكرر والفتره بتكون قصيره، فانا اذا عندي مشكله بكون بعد 3 شهور عرفت اذا انا عالجتها ولا لا. تمام. الحديث يطول وان شاء الله بنحكي اكثر عن هذا الموضوع بلقاءات قادمه. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا استاذه، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك.